اشترك في قناة رويش تي في وقم بتفعيل الجرس ليصلك كل جديد أولا بأول. كيف تعبر الأبراج عن الحب؟ عندما يتعلق الأمر بإظهار الحب، فإن كل برج يعتمد مقاربة خاصة يرتاح إليها. البعض يفضل التعبير عن مشاعره لفظا، والبعض الآخر من خلال الأفعال. مشكلة هذه المقاربات أنها واضحة بالنسبة للشخص الذي يحاول إيصال الرسالة، أما المتلقي فأحيانا يصيب في تفسيرها وأحيانا يخطئ. من أصعب الأشياء في الحب هو الاعتراف به، وفي عالم الأبراج يوجد من هو ممكن أن يكون غارقا حتى أذنيه في حبك، لكنه يرفض أن يعترف لك خوفا من الإحراج أو من جرح كرامته. الأبراج يمكن لها أن تساعدنا في هذا المجال من خلال كشف طريقة تعبير كل برج عن حبه. تعالوا معنا لنكتشف كيف. برج الحمل. بغض النظر عن العمر أو الجنس، هناك طريقة واحدة ناجحة تماما لمعرفة ما إذا كان برج الحمل يحبك. مولود هذا البرج سوف يفتعل شجارا معك، ليس شجارا جسديا بالطبع، لكن حرب كلمات مرحة صممت في وقت سابق لاختبارك. برج الحمل كان يعتبر إله الحرب القديم في الأساطير المنسية، لذا أكثر بكثير من موضوع الرومانسية. مولود هذا البرج يريد منافسا جديرا، كما يريد الاعتماد على شخص ما ليحمي ظهره، لذلك يعتبر كل هذا يستحق العناء. برج الثور. مواليد برج الثور يعبرون عن الحب بالطريقة التي يفعلون بها كل شيء آخر ببطء وعناية. لن يقولوا الكلمات التي تريدون سماعها حتى يشعروا أن الوقت مناسب. كن صبورا. إذا كنت بحاجة إلى طمأنة فعليك الانتباه إلى أفعالهم. العصير والطعام، الإطراءات، الثقة، والهدايا. هدية مدروسة تقدم لك ببساطة لأنها تذكرهم بك، أو لأنهم يعرفون أنك ستستمتع بها، أو حتى لمجرد أنك كنت جيدا جدا هذا العام. برج الجوزاء. إنهم دائما مسلون. مولود برج الجوزاء سيحاول جعلك تضحك طوال الوقت، هكذا يعبر عن عاطفته، فمجرد رؤيتك سعيدا يمنحه السعادة. إذا كنت من زملائه في العمل وهم يواجهون مشكلة في تكريس الوقت الكافي لإبداء الإعجاب بك، فلن يتوقفوا. الشيء الوحيد الذي سيوقفهم هو إذا أخبرتهم بذلك، ولكن لماذا قد تفعل هذا الأمر؟ كم عدد الأشخاص الذين تعرفهم ممن لديهم في حياتهم إنسانا كوميديا خلابا ورائعا؟ برج الجوزاء هو هذا الشخص الذي عليك التمسك به. برج السرطان. هو من الأبراج الأساسية ويتمتع بالقدرة على التقدم وأخذ زمام المبادرة، لكن ليس كالحمل مثلا، فطبيعته الأنثوية التي يحكمها القمر تدفعه للحرص على مشاعره من الآخرين قدر المستطاع. توقف عن التساؤل عما إذا كان مولود السرطان هو الشخص الذي تنجذب إليه. تستطيع معرفة ذلك من خلال المتابعة بعناية للمؤشرات الفلكية الكلاسيكية التالية. أولاً، مواليد السرطان سوف يطبخون أو يخبزون لك. بالطبع هم يحبون مطابخهم. ثم تشير الأزهار والإطراء إلى المرحلة التالية بالنسبة لكما، تليها أمسية في بيت الحبيب مملوءة بالرومانسية.
برج الأسد. الإطراءات المبالغ بها هي أسلوب مولود الأسد في التعبير عن عاطفته. إن معرفة ما إذا كان الأسد يحبك أمر سهل، سيصبح فجأة متفرغ لك، بما في ذلك في أوقات الغداء والعشاء وحتى عطلات نهاية الأسبوع. عموما برج الأسد حينما يحب فهو نبيل وكريم، ويحب الظهور أمام الآخرين ويفتخر بنفسه كثيرا، ويحب أن يكون من يحبه يستحق أن يجلس بجانبه على العرش بنبله وصفاته الكريمة، ويتفاخر به أمام الناس. برج العذراء. هل تريد أن تكون على علاقة مع هذه المخلوقات التي تحب الدقة؟ رائع، قم بترتيب أفلامك أبجديا أو ترتيب كتبك على طول الرفوف بشكل أنيق. يظهر مواليد العذراء حبهم من خلال صنع بيئات نظيفة ومنظمة لأولئك الذين يحبونهم، لأنهم يعتقدون أنهم يستحقون ذلك. حين تقع في مشكلة أو تشعر أنك مريض، فهو سوف يلازمك طوال الوقت حتى تشعر بتحسن. مقاربة أخرى للتعبير عن مشاعره هي مشاركتك في كل الأمور من أصغرها إلى أكبرها. برج الميزان. بدلا من محاولة معرفة ما إذا كان مولود الميزان الجميل منجذب إليك، راقبه مع الآخرين. مواليد هذا البرج دائما لطيفون، وهذه طبيعتهم، ولذلك إذا كنت تشعر بالغيرة بسهولة اختر برجا آخر فورا. إننا نتكلم بجدية. على أي حال، في حضرتك سترى أن مواليد الميزان سيكونون أجمل معك، وهذه هي الطريقة التي ستعرف من خلالها أنهم في حالة حب. كذلك فإن مواليد الميزان سيقومون بابتكار اسم محبب لك واستخدام اسمك الحقيقي فقط للمسائل أو الأمور الرسمية. برج العقرب. في علاقتك بالعقرب يجب أن تكون حاد الإدراك لتكتشف مدى محبته لك، ومن الأفضل أن تبقى كذلك إذا كنت ترغب في الحفاظ على اهتمام مولود العقرب بك. مولود هذا البرج سوف يراقبك باهتمام لفترات طويلة من الزمن، لكنهم لن يحدقوا فيك مباشرة، وإلا سيكون هذا واضحا جدا. ستكتشف حبهم لك عندما تدرك أن أعينهم عليك من خلال الانعكاسات، المرايا، الأبواب الزجاجية، النوافذ الكبيرة. عندها ستحصل على الرسالة. برج القوس. إذا طلب منك مولود القوس المشاركة في مغامرة من مغامراته الدائمة، فذلك أصدق تعبير عن عاطفته. أيضا ستعرف أنك قد نجحت عندما يتصل بك تقريبا كل يوم، لكن أكبر دليل على عشق القوس لك هو عندما يقوم بدعوتك للسفر معه. لا يهم إذا كان في عطلة نهاية الأسبوع أو هي تذكرة طائرة لمدة أسبوع في روما، في كلتي الحالتين لا تتفاجأ إذا استغرق الأمر بعض الوقت. الحرية مهمة لمولود القوس بنفس أهمية اختيار شريك السفر المناسب. برج الجدي. القواعد، التعليمات، والقيام بالأشياء بالطريقة التي يفترض القيام بها، هذا هو ما يدور حوله الجدي. لذا إذا كان مرتبطا وسعيدا من المستحيل تشتيت انتباهه. إذا كنت أعزبا حاول بجد أن تثبت نفسك لتكون شريكا جديرا لبرج الجدي. طبعا أنت لن تضطر إلى القيام بذلك إلى الأبد، فبمجرد أن يتعرفوا عليك ويقرروا أنك تستحق حبهم فستكتشف ذلك. سوف يجعلون حبهم واضحا من خلال محادثة جادة، وستعرف أنهم لا يمزحون. إذا ما أخبرك مولود الجدي ذلك فهنيئا لك.
برج الدلو. سيظهر مولود برج الدلو عاطفته عن طريق مسح كتفك أو ظهرك أو جزء آخر من جسمك بشكل مدروس، واقتراح أن أي نوع من الوشم أو الدبابيس أو الأقراط سيبدو رائعاً عليك. إذا لم تكن من النوع الذي تفكر في الموافقة على تلك الأشياء، فهو لا يناسبك وأنت لا تناسبه، لكنك بالتأكيد ستكون كذلك عندما يأخذك إلى متجر الوشم أو الثقب بنفسه ويراقب الشخص الذي يعمل عن كثب. ستعرف تماماً أنه يهتم بك، لكن عندما يطلبون منك الذهاب إلى معرض معهم فهم بالتأكيد واقعون في حبك. برج الحوت. الحوت ميال بطبعه إلى الخجل وبشكل حاد، لذا إذا كنت تنتظرهم للقيام بالخطوة الأولى وهم لديهم ذلك الخجل، فقد ينتهي الأمر بمتابعة نمو أظافرك. مثل جميع الأبراج المائية، تحتاج إلى مشاهدة إشارة من الحوت لمعرفة ما إذا كان يهتم بك. النصيحة الوحيدة التي ستحتاج إليها هي أنه إذا كان مولود الحوت يحبك، فقد يجد صعوبة في التحدث معك في البداية، لكن بمجرد أن يتعرف عليك ستكتشف أنه يتحدث معك ببراعة وبطريقة رائعة أكثر من كل الذين قابلتهم من قبل. كانت هذه طريقة تعبير كل برج من الأبراج عن حبه وعشقه لك، قدمناها لكم من قناة رويش تي في. اكتبوا لنا في التعليقات إلى أي برج من الأبراج أنتم تنتمون وكيف تعبرون عن حبكم للشريك. اكتب لنا في التعليقات رأيك بما شاهدت للتو، ولا تنسى دعمنا بتسجيل الإعجاب ومشاركة الفيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي. كما لا يفوتك الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس لمتابعة فيديوهاتنا القادمة فور نشرها. أما إذا أردت مشاهدة المزيد فاختر واحدا من الفيديوهات المقترحة التي تظهر على الشاشة أمامك الآن.